ازيكم يا اصحاب الحلوين؟ النهارده هنعرف مع بعض حرف جديد من حروف اللغة العربية، اسمه ايه؟ اسمه حرف الواو. الحرف ده سهل قوي يا اصحابي ومهم جدا جدا، ويلا بينا نشوفه مع بعض. ليه يا اصحابي حرف الواو؟ شايفين عامل ازاي؟ زي برضه رقم 5 بس نازل منه شرطة مايلة من ناحية، بص ناحية الشمال، يبقى رقم 5 اهو ونازل منه شرطة مايلة. يلا بينا نكتبه مع بعض عشان ما ننساهوش أبدا. هو شايفينه ايه؟ هنعمل زي بالظبط على النقط، نعمل زي رقم 5 اهو، رقم 5 وننزل ليه شرطة من تحت، صح يا أصحابي؟ اهو ده هو زي ده. طب تعالوا نعمله تاني، نعمل رقم 5 وننزل منه شرطة من تحت. أوي يا أصحابي لو انتوا خدتوا بالكم، لو انتوا شاطرين هتعرفوا انه شكله حرف الواو عامل زي شكل بالظبط حرف التسعة بالانجليزي اللي هو 9، صح يا اصحابي؟ اه انتوا شاطرين وعرفتوا. هنا يا اصحابي شكل حرف الكلمة في اول الكلمة ونص الكلمة واخر الكلمة. حرف الواو يا اصحابي ما بيتوصلش بحاجة، عشان كده في اول الكلمة بيبقى شكله زي ما احنا متعودنا اللي هو واو عادية كده، مفيهاش متوصل بأي اي حاجة، زي كلمة ايه؟ زي كلمة وردة، زي الوردة الجميلة دي، يبقى حرف واو في أول الكلمة زي كلمة وردة. طب حرف الواو في نص الكلمة يبقى زي شكلها في أول الكلمة بس متوصل بيها شرطة كده، يبقى زي كلمة نقود، يعني اللي هي فلوس، زي نقود الحلوة دي ده جنيه. طيب لو عندنا واو في آخر الكلمة يبقى شكلها برضه عامل زي الواو اللي في نص الكلمة، زي كلمة ايه؟ يعلو، زي ما احنا مثلا لما نطلع على السلم احنا كده بنعلو لفوق، يبقى واو في اخر الكلمة يعلو، واو في نص الكلمة نقود، واو في اول الكلمة وردة. هنا يا اصحابي الواو في الكلمة لما يقع عليها فتحة، والواو تحت لما يقع عليها كسرة، والواو لما يقع عليها ضمة. طب تتنطق ازاي؟ الواو اللي عليها فتحة تتنطق وا، واو فتحة وا، وا واجب، وا واجب، قولوا مع قولوا واي، وا واجب. أما واو تحتها كسرة تتنطق وي، وزارة، وزارة مثلا زي وزارة التربية والتعليم. الواجب مثلا اللي احنا هناخده في المدرسة، أو اللي احنا هناخده دلوقتي مع بعض. عندنا واو ضمة وو، زي كلمة نقود، واو ده و زي كلمة نقود. هنا يا أصحابي دي مراجعة صغننة على الدرس، على أهم حتة فيه. واو في أول الكلمة شكلها عادي جدا، وهي برضه بتتكتب بالشكل ده زي كلمة وردة. واو في نص الكلمة زي شكلها في أول الكلمة بس قبلها شرطة صغننة زي كلمة نقود. واو في آخر الكلمة زي الشكل ده نفس شكلها وهي في نص الكلمة زي كلمة ايه؟ زي كلمة يعلو. ماشي يا اصحابي؟ يلا ذاكروا الدرس واوعوا تنسوه ابدا ابدا ابدا. دي يا اصحابي تمرين على الدرس، وده السؤال الاول ليكم، بيقول ايه؟ هنوصل ده حرف واو مفتوح، واو مكسور، واو مضموم، وقدامنا 3 كلمات، ادي دي وزارة، ودي واجب، ودي نقود. هنوصل كل واحدة باللي شبهها. عندنا مثلا واو مفتوحة بتنطق وا زي كلمة ايه؟ وزارة، لا دي مكسورة. نقود، لا الواو دي مضمومة. طب هتنطق بايه؟ واجب، صح؟ يبقى واو مفتوحة تتوصل بواجب. طيب ازاي بقى الباقيين تعملوا؟ انتوا هتحلوهم وترجعوا لأول الدرس عشان تعرفوا انتوا عرفتوا تحلوا ولا لأ. يلا نشوف السؤال التاني. السؤال التاني يا أصحابي بيقولنا ايه؟ اكتب حرف الواو. هنا مرة تكتبوه وانتوا ماشيين على النقط، ومرة تكتبوه من غير ما تمشوا على النقط. يلا أصحابي قولوا انتوا شاطرين ولا لأ، وقابلكوا الدرس الجاي وتقولوا انتوا عرفتوا تحلوا ولا لأ، ونفهم نتعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.